الأذان وعند الصلاة، عند الأذان وعند الصلاة، عليك الصلاة عليك السلام، نبي الهدى ورسول السلام، عليك الصلاة عليك السلام، نبي الهدى ورسول السلام، من الجدع إليك. احنا مش جايين نحتفل بميلاد سيدنا النبي، احنا جايين او نحيي او نحيي ذكرى سيدنا رسول الله. احنا ما نقدرش على احياء الذكر، احنا ما نقدرش، ده احنا جايين نحيي انفسنا وقلوبنا بذكر الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي مش محتاج احتفال، لماذا؟ احتفل به ربنا جل وعلا من قبل، واحتفلت به الملائكة، وخلق الله جل وعلا أبو البشرية آدم من أجل الحبيب النبي المصطفى محمد. الله، ما تستغربش يا عم الشيخ، ما تستغربش، هو ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يكون سيدنا آدم كنا احنا كلنا فيه، وكان سيدنا النبي فين؟ كنا موجودين ولا مش موجودين؟ لا، كنا موجودين في عالم يسمى بعالم النور. دليلك ايه يا عم الشيخ؟ قال ربنا جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا ايه؟ بلى. مش بلى وبس، مش كلام بس، قالوا بلى شهدنا. يعني احنا قلنا ايوه يا رب وشاهدين وشايفين، ده اسمه عالم الايه؟ عالم النور. طب سيدنا وحبيبنا النبي محمد رقم كم في عالم النور؟ صلى على سيدنا الحبيب. من البشر هو اولا، من البشر لما خلق الله جل وعلا السماوات والارض والبحار والانهار والجنه والنار وكل ذات والكرسي والعرش والملائكه، خلق ربنا جل وعلا حضره حبيبنا النبي محمد. عندك دليل يا عم الشيخ؟ صل على سيدنا. عايزين بس نطلع من الجلسه دي مستفيدين بحاجه صغيره، انا بتعلم من حضراتكم قبل حضراتكم بتسمعوا مني. صل على رسول الله. عندك دليل يا عم الشيخ ان سيدنا النبي الاول؟ اصل احنا في رمضان لما نيجي نقول الصلاه والسلام عليك يا اول خلق الله، تلاقي واحد طالع لي كده: يا عم الشيخ بدعه. يا عم تلاقي وقعد، انت عارف حاجه؟ انت عارف ايه عن البدعه؟ ولا عارف ايه عن السنه؟ ولا عارف ايه عن سيدنا وحبيبنا النبي محمد؟ على فكرة محدش في الدنيا يعرف قدر سيدنا النبي إلا رب العالمين جل وعلا. الوحيد اللي يعرف قدر سيدنا وحبيبنا النبي مين؟ رب العالمين. وإحنا بناخد مقتطفات وبنحاول نتأدب مع سيدنا رسول الله حتى نكون معه في جنة. لما كذب الفؤاد فهمت معنى، فموسى خر مغشيا عليه. سيدنا موسى قال له: يا رب إيه؟ أرني أنظر إليك. طلب من ربنا الرؤية، قال: يا رب عايز أشوفك. قال له إيه؟ قال له: يا موسى لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف إيه؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. أما ربنا قال لسيدنا وحبيبنا النبي إيه؟ تعالى يا حبيبي يا محمد، أنت مطلوب على بساط أنس الله، قم يا يتيم أبا طالب فقد هيئت لك المطالب. هناك فرق بين الطالب والمطلوب. صل على سيدنا الحبيب. فموسى خر مغشيا عليه، وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنه، وكل الأنبياء يقول نفسي وأحمد أمتي، صل على أحمد، وأحمد أمتي إنسا وجنا، وكل الأنبياء بدور هدي وانت لهم شمس واهدى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد واله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار، النبي المصطفى المختار. وارض اللهم عنا جميعا دائما ابدا، واجعلنا يا سيدي ببركة الصلاة على حبيبك المصطفى محمد من السعداء، ولا تخرجنا من هذا المكان إلا مجبورين. آمين آمين آمين. ببركة الصلاة على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة أحبتي في الله، دايما كده كنت أقول لعم الحاج محمدي: يا عم هاتنا مع ناس على قدنا، احنا صغيرين قوي،
دايما يجيبنا مع القامات الكبير عشان كده ما بنعرفش نتكلم. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا جميعا من بركاته وأن يجمعنا جميعا عند رسول الله وأن لا يحرمنا من رؤيته لا يقظة ولا منام وأن يمتعنا بركعات في المقام خلف المقام وفي روضة سيد المرسلين محمد. قولوا أمين. صلوا على سيدنا النبي. يكون لنا الشفاعة لأن الله جل وعلا وسيدنا النبي قال كده المرء مع من أحب. شوف أنت بتحب مين وهتبقى معاه. الإجابة أو الإجابة عند كل واحد مننا عارف هو بيحب إيه. صلوا على سيدنا الحبيب النبي محمد. أنتوا عارفين إحنا بنقول سيدنا النبي كان أول واحد في البشر ليه؟ صلى على سيدنا الحبيب. لما خلق ربنا جل وعلا نبينا آدم كان فين؟ كان فين مكانه؟ في الجنة. تمام. وربنا قال له خد بالك يا آدم وخلق حواء من ضلعه الأيت. الأول خلق الله جل وعلا نبيه آدم وبعدين قبل ما يخلق سيدنا آدم دار حوار بين الملائكة ورب العزة. ربنا بيقول للملائكة إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. الملائكة قالت لا يا رب. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ربنا قال لهم إيه؟ إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. خلي بالك من كلمة وعلم آدم الأسماء كلها. كانت في أسماء قبل آدم؟ مين؟ لا لا مش لا. طالما نعلم سيدنا آدم الأسماء يبقى كان فيه إيه؟ أسماء. إيه الأسماء أو إيه الاسم اللي قبل آدم اللي ربنا بيعلمه له؟ سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى عليه. سيدنا آدم لما اقترف المعصية ربنا قال له ما تاكلش من الشجرة وحواء ووسوس إليه الشيطان ونزل إلى الأرض. طب عايز يتوب فقعد يبص يمين وشمال انا عايز اجيب وصفه ربنا تعديني. فينظر الى العرش وبينظر سيدنا ادم وربنا كشف له الحجاب فوجد مكتوبا على العرش لا اله الا الله محمد رسول الله. قام سيدنا ادم على طول قال له يا رب. قال له نعم يا ادم. قال له اسالك بحق حبيبك محمد ان تغفر لي. الله ده احنا كده يا عم الشيخ بقى يعني يجوز التوسل بالنبي. هي امال ايه اللي بينكر التوسل بسيدنا النبي بقى؟ انا لو بنكر التوسل بسيدنا النبي بقى جاهل. انا طب ما يجوز التوسل بالاعمال الصالحه من باب اولى. يجوز التوسل بمن دلنا على الاعمال الايه الصالحه. سيدنا النبي يقول كده لقد كان في من كان قبلكم ثلاثه نفر اووا الى غار توقعت عليهم صخره فسدت فم الغار فبينادوا مش لاقيين حد يسمعهم قالوا لبعضهم لا من جاء ولا من جاء من ذلك الا كل واحد منا يتضرع الى الله جل وعلا بعمل صالح عمله حتى يكشف عنا ربنا جل وعلا ما نحن فيه. الاول دعا ربنا وقال كذا مش عايزين نطول النفس عشان الوقت. الاول دعا ربنا فانفرجت والثانيه فانفرجت والثالثه فخرجوا جميعا. تمام. ده عمل صالح. اصلا مين اللي جه يدلنا على العمل الصالح؟ يبقى سيدنا النبي الاصل ولا الفرع؟ خد بالك من دي. محدش يقول